الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عقد هذا الخميس ندوة صحفية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مدينة أميان على هامش القمة الفرنسية البريطانية السنوية 34. وتصدرت أزمة المهاجرين جدول أعمالها، كما ناقشت أيضا مكافحة الإرهاب والصراع المستمر في سوريا وليبيا. يقول كاميرون: اليوم يمكنني أن أعلن أننا سوف نستثمر مبلغا إضافيا بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في البنية التحتية الأمنية في كالي لمساعدة الشرطة الفرنسية. ستستعمل هذه الأموال في نقل الناس من كالي إلى مراكز استقبال أخرى في فرنسا. فرانسوا أولاند أضاف: لقد ناقشنا كذلك قضية مهمة تتعلق بالقاصرين غير المصحوبين. بحثنا كذلك بحيث يمكن لهؤلاء القاصرين الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة. كاميرون وأولوند قاما صباحا بزيارة لمقبرة بوزياغة تذكاري البريطانية، والتي تمثل رمزا لمعركة سوم التي وقعت في العام 1800 ورحى ضحيتها حوالي 400,000 شخص. كما وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري في المقبرة التي يرقد فيها 2756 جنديا من جنود الحرب العالمية الأولى.